النهارده اللي هيسحب القرعه لساندرو ديلبيرو النجم الايطالي الشهير الفائز بكاس العالم 2006، وقالوا في نجم اسطوره هيكون مفاجاه. والله انا نفسي في يوم من الايام بجد والله العظيم ثلاثه الاقيك موجود هناك، لان الله يخليك والله العظيم ما بهزر، انت رمز كبير جدا جدا. شفت ديلبيرو وحش قوي. مش هتكلم عن مخالي، يا ريت كنت تتكلم. مش هتكلم. دول مقدمات الحفل يا جماعه، السمرة سامانثا جونسون وديلتا ليوتا، دول اللي هيقدموا من دي في منصة دازن اللي خدت النقل الحصري للبطولة. مفيش حاجة ببلاش او مفيش حاجة كده بالصدفة يعني. صح.